لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة إياد علاوي، واستحال من الحزن الشديد على جميع المواقع التواصل الاجتماعي والشارع العراقي بأكمله. ونفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي اليوم الاثنين الأنباء التي تحدثت عن وفاة علاوي، وذكر بيان للمكتب أصح الأنباء وفاة إياد علاوي، وأضاف أنه يعاني من وجود حصوة في المرارة وحالته الصحية مستقرة والحمد لله. حزن الجميع بهذا الخبر المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، هذا الخبر المؤسف والصادم الذي هز الشارع العراقي حزنا بخبر رحيل صاحب الجميع ومحبوب الملايين العراقي الرئيس إياد علاوي. صدم وأبكى الملايين عليه بهذا الخبر المكي والصادم الذي هز المشاعر وأبكى الجميع، وطلبوا جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدعوات له بالشفاء العاجل، أن يشفيه ويعافيه من كل سوء ومن كل شر، وأن يحفظه من البلاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.